أمير، خلونا بقى نتعرف على مجموعة جديدة من التمرينات مع كابتن حسام الفيل، وطبعا مدرب يعني جيم الرجال بالنادي الأهلي في الشيخ زايد. شوية تمارين من النوع اللي ممكن نعملها في أي مكان، في البيت، في الشغل حتى عادي، مش لازم نروح لها جيم يعني تحديدا. ونطلع بعدها كده فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معنا. صباح الرياضة والنشاط والحيوية، 4 دقايق من وقتك هنحرق بيهم دهون الجسم، وكمان نعلي مستوى الحرق في جسمنا ونحرق سعرات حرارية على مدار اليوم. 4 دقايق بنظام تباتا ورك اوت، نوع من أنواع الهيد بروجرام. ده بنشتغل نظام تمرين لمدة 4 دقايق متواصل، 20 ثانية التمرين و10 ثواني ريست. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ التمرين بتاعنا، لو في أي حد عنده مشاكل في الركبة، عنده مشاكل في الظهر، يحاول يستشير طبيب قبل ما يبدأ معانا التمرين. يلا نجهز الستوب ووتش والماتس بتاعتنا وهنبدأ مع بعض التمرين. يلا ستارت. ناخد ريست 10 ثواني عشان نجهز للتمرين اللي بعده، وشربنا ميه ندخل على التمرين اللي بعده على طول. اخدنا ريست 10 ثواني، شربنا برضو ميه، نظبط نفسنا عشان نبدا التمرين اللي بعد كده. جامب لانش، ريست برضو، بظبط النفس بتاعي. يلا جاهزين اللي بعده. برضو لمدة 10 ثواني، ونريح بعدها 10 ثواني. جاهز اللي بعده. اند ريست، ريحنا العشر ثواني عشان ندخل التمرين. هعمل اكس جامب، ناخد ريست، نحاول نسرع في التمرين عشان نقدر ناخد دي اكثر استفاده منها. هنزل بعد كده بايسكت كرانشز، تمرينات للبطن بقى، اخر تمرينين. اشتغلناه لمدة 20 ثانية وهننهي بآخر تمرين معانا اللي هو البلانك، برضه أثبت لمدة 20 ثانية، أهم حاجة ظهرك مفتوح. وبكده نكون عملنا 8 تمارين لمدة 4 دقايق، اشتغلنا 20 ثانية وبرايح 10 ثواني. أهم حاجة بعد ما خلصنا التمرين اللي احنا عملناه النهاردة، ما ننساش إن احنا نعمل استرتشات للجسم عشان نستفاد من أي تمرين احنا بنشتغله، وكمان نتفادى اي اصابات بتحصل لنا وشد عضلي. اتمنى التمارين اللي احنا عملناها لكم النهارده استفدتوا منها، واشوفكم في حلقه تانيه جديده.